شكرا أحمد. نشرة الأخبار من صباح البلد. يصل القاهرة اليوم الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو في زيارة رسمية لمصر، هي الأولى له منذ انتخابه. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي خلال زيارته الرسمية للقاهرة. ويبحث اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات. ومن المقرر أن يستمع الرئيس السيسي لشرح من نظيره الصومالي عن تطورات الأوضاع في الصومال. كما سيتم بحث مختلف القضايا الإقليمية التي تهم البلدين وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب. تعقد مي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدود الدخل ورئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري اليوم مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل آلية التسجيل الإلكتروني لوحدات الإعلان التاسع بالمشروع، والتي يبدأ حجزها اليوم، ولأول مرة يتم الحجز بالمشروع إلكترونيا. قال النائب محمود شحاتة عضو مجلس النواب إنه تم الاتفاق مع رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج على تحقيق مطالب العمال المضربين بشكل تدريجي حال عودتهم للعمل وعودة الإنتاج بكامل طاقته، مضيفا نطمئن العمال بالحصول على مستحقاتهم المالية بشرط تشغيل الماكينات بكامل طاقتها، مؤكدا على أن العمال سيعودون للعمل بدءا من اليوم. وأوضح محمود شحاتة أنه ونواب دائرة المحلة ورئيس الشركة القابضة للغزل ناقشوا صرف ما يعادل علاوة 10% بمجرد بدء العمال في عملهم، والنظر في الترقيات وحركة الترقيات التي طالب بها العمال وارتفاع بدل الغذاء التدريجي. تحتفل دار الكتب والوثائق القومية اليوم بالانتهاء من ترميم مصحف عثمان الذي جمعه الخليفة الراشد عثمان بن عفان وأمر بكتابته وإنفاذه إلى الأمصار الإسلامية، وظل موجودا بمسجد عمرو بن العاص إلى أن نقل إلى دار الكتب في عهد محمد علي باشا. ويقال إنه آخر مصحف كان يقرأ فيه الخليفة قبل استشهاده. المصحف مصنوع من خامة الرق ومكتوب بالخط الحجازي، وبدأ ترميمه منذ عام 2010، ويبلغ وزنه 31 كيلوغراما ونصف تقريبا، وطوله حوالي 70 سنتيمترا. قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إن اليوم سيتم تشييع جنازة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن من مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، والذي فارق الحياة أمس عن عمر ناهز 76 عاما داخل العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض. سيقام العزاء غدا بمسجد الشرطة بعد صلاة المغرب بمدينة 6 أكتوبر. كان الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن قد تعرض لجلطة دماغية مفاجئة منذ أسبوعين أدت إلى نقله لإحدى مستشفيات الشيخ زايد ب6 أكتوبر، ويعد السيناريست من أشهر كتاب الدراما خصوصا التاريخية، وله علامات بارزة في هذا المجال منها بوابة الحلواني، عنترة، سليمان الحلبي، وأم كلثوم. نهاية نشرة